مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم 15 أفريل هو اليوم العالمي للفن. 16 أفريل يوم العلم، يوم العلم. 16 أفريل اليوم العالمي ضد رق الأطفال. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. اليوم سنتكلم عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين يوم 5 ماي 1931. إذن أحبائي، كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية الصياد والرجل الظالم. أحبائي، بما أننا في هذه المناسبة هذه، عمو يزيد لكم أغنية جميلة نقول فيها 16 أفريل يا فرحي بلقياك. 16 أفريل يا فرحي بلقياك، 16 أفريل يا فخري بذكراك. أحبوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. وعلى بالك اليوم الجاتو تاعك هو الجاتو تاع عيد ميلاد الحصة. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد. عمو يزيد.